نشرت الإخبارية الأخيرة مباشرة من الأولى إليكم العناوين. بمرير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحدث لفائدة الشباب العاطل العائد من تونس محاولة لصناعة الحقائب الجنسية. نواصل بقية أخبار النشرة من مريرت بروبورتاج حول مقاولة لصنع الحقائب الجلدية. المقاولة أحدثت بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الأنشطة المديرة للدخل لفائدة الشباب العاطل العائد من تونس. حسن طباعي وسعيد جاسي. بعد عودته من تونس التقى مجموعة من شباب مريرت انخراطها في مشروع لإنتاج وتسويق الحقائب الجلدية للتخلص نهائيا من معضلة البطالة. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسهل ساعدتنا باش ينطلق المشروع ويصبح الآن حلم كيتحقق من بعد ما كنا تائهين بين الإدارات وبين وفي أوضاع كانت صعيبة شوية مزرية. مكن المشروع من خلق فرص للشغل لشباب المنطقة فضلا عن تتميم المنتوجات الجلدية وآفاق التسويق تبدو بعيدة. سوقي تونس كنخدم مع واحد السيد اللي كيبيع لبرا تونس في الوقت الحالي، وعندنا بالنسبة لنا احنا عندنا السلعة اللي كنخدموها محليا كتمشي في الأسواق المحلية ديال مريرت سلوفران كناس وإن شاء الله من بعد تزيدوا باش نبيعوا على الصعيد الوطني ولينا نحصل برا إن شاء الله. ويراهن المشروع على تكوين المزيد من اليد العاملة وتوسيع فضاءات إنتاجه لتجاوز إكراهات المنافسة بولوج أسواق جديدة في المغرب والخارج.